السلام عليكم. اوبن بورد عباره عن سبوره او وايت بورد تقدر تكتب فيها كل اللي انت عايزه، تقدر ترسم للناس تشرح لهم اللي انت عايزه، بيديك شاشه سهله. تلاحظ ان هو بيعمل فول سكرين اوتوماتيك، تقدر تيجي مثلا ترسم اللي انت عايزه، مثلا اهوت كانك مثلا بترسم الاهرامات مثلا، تمام. ممكن تيجي تمسح اي حاجه انت عايزها، تمام، وتبدا ترسم تاني. تقدر عندك أدوات كتيرة للرسم والهايلايت، تقدر تنقل الرسومات، تعمل عليها سيلكت تنقلها زي ما انت شايف، تقدر تعمل زوم وهكذا، تقدر ترسم خط بين مستقيم بين قوسين، تقدر تكتب أي كلمة انت عايزها باللون اللي انت عايزه. فهو بيديك أداة حلوة أوي لو انت بتشرح حاجة معينة، تقدر تشرحها بشكل بسيط وسهل، بيديك أدوات كتيرة. تقدر تخش يبقى عندك أكتر بصفحة، وكل صفحة فيهم تبدأ ترسم فيها زي ما أنت عايز، تمام. تلاقي الصفحة تهيأ بالشكل دوت، تقدر تبدل بينهم، تقدر تغير الكلر اللي أنت تشتغل بيه، تقدر تغير السمك، تقدر تغير حجم الإلغاء، تقدر تغير الباك جراوند زي ما أنت عايز. تقدر تقول له انا عايز ادخل على الويب فيبدا يفتح لك الصفحات بتاعه الانترنت، تقدر تقول له انا عايز اشوف الدوكيومنتيشن اللي كانت موجوده النهارده، تقدر تقول له عايز اشوف الديسكتوب، تقدر تخش على الخصائص كوبي بيست وهكذا، تقدر تعمل سيلكت على جزء معين بحيث تاخده كوبي معاك في الذاكره، ممكن تضيفه لصفحه جديده مثلا بالشكل دوت. فهو في ادوات كتير جدا لو انت بتشرح للطلبة على الكمبيوتر تساعدك في توصيل المعلومة.